اشرب العصير، انت ما اكلت اشي طول النهار. ما الي نفس، معدتك فاضية، لازم تشرب اشي. والواحد نفسه اشي عشان يا رامي. روان انت لازم تروحي عند ليلى، بلكن اقتنع سلطان انه ما الك علاقة في الموضوع اذا اجت حكت له انها هي اللي اعطتك المصاري. خالي راح عند سلطان، ان شاء الله بصير خير. واذا ما رد عليه؟ مش عم بستوعب اللي بيصير، كأنه كابوس. اسمعي مني وخلينا نروح قبل ما يرجع خالي، بلاش نضيع وقت. مش معقول هالحكي، أنا ما إلي علاقة بالموضوع، ليش أدور على دليل براءتي؟ معلش يا روان، أنا جرجرتك معي، مهمش. هذا ظلم. روان، بلاش نضيع وقت، امشي. روان ردي علي وامشي. قل لي يا رشيدي، أنت عرفت طريق بيتي إزاي؟ سأل، واللي يسأل ما يتوهش. ما تأخذنيش يا رشيد، ما كنتش أعرفك. والأصول أسأل جابر الأول قبل ما أديك العنوان عشان ما يزعلش مني. اللي عملته أنت ده عين العقل. أنا مش زعلان منك، أنا زعلان إن الحكاية وصلت لحد كده، وإن جابر صاحبي وحبيبي يهرب مني. إيه؟ أنتوا مش كنتوا عايزين يا راجل تقتلوني في البلد؟ ساعة زعل والغضب أعمى يا جابر، وأنت عارف عوايدنا. آه، اضطر طبعا. لا، أنا ما أعملش كده. أنا مش مجنون عشان أقتلك وأدي نفسي في داهية، وأنا عارف إنك بريء ومتأكد من ده كويس. أخويا مات غريق وأنت كنت معاه قبل ما يموت، والناس قالوا إن أنت اللي قتلته. وأنتوا صدقتوا في ساعة زعل وصدقنا. أني قلت كده، رشيد ابن عمي عاقل وبيفهم ولا ممكن يعمل حاجة غلط. الحمد لله النفوس اتصافت، بكرة بقى تتعشوا عندي. لا، وتشكر قوي. انا بكره نازل الغور عشان استلم الشغل في المزرعه. ما يصحش يا رشيدي، ده وجب الضيافه. لا، اللي ما يصحش ان انا اخلف مع الراجل صاحب المزرعه. على فكره، طلعت تصريح العمل ولا لسه؟ لا، قال لي اشتغل الاول وبعدين اطلع لك التصريح، عايز يجربني. مستني حدا؟ لا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. شرف. مساء الخير. اهلا. اهلا مساء النور. كيفك يا انسه؟ اهلا. كيفك جواب؟ عاش من شافك. تعيش. كيف الحال؟ الحمد لله. انا اسف يا جماعه، جاي بدون موعد. ابدا ابدا، تفضل. شكرا، بس بعد اذنك واذن الجماعه بدي احكي معك كلمتين عن انفراد. حاضر، عن اذنكم. تفضل. شرف. مش هذا خالي اللصوص؟ خير يا سيد جواد. صحيح، انا خجلان من نفسي، مش عارف ايش احكي. السيد سلطان ولاد اختي، انا اللي ربيتهم، بس مش عارف شو اللي صار. اللي صار انت عرفته كويس، اختلاس ومبلغ كبير. أنا جاي لك بهالموضوع وأرجو إنك ما تكسفني. أنا على الخطأ ما بسامح، كيف بدك إياني أتساهل بالسرقة؟ أولاد أختي يا سيد سلطان. لصوص. لصوص يا سيد جواد، وسرقوني. يا بيك. سيد جواد، أنا بحترمك وبقدرك، أنت عزيز علي وغالي، وأنا ما بنسى وقفتك وإخلاصك معي مع والدي من قبلي. سيد سلطان، إذا مش ناسي ومقدر، أرجو أنك تصفح عنهم. معقول؟ معقول أنت الرجل الطيب المستقيم صاحب الأخلاق والمبادئ تطلب مني هيك طلب؟ لا يا سيد جواد، لا. أولاد أختي يا سيد سلطان، أولادي، أنا اللي مربيهم. ولو يا سيد جواد، المجرم لازم يتعاقب، وإلا بعدين الأمور كلها بتتسيب. سيد سلطان، أرجوك أنت. أنا ما بقدر أتهاون بهيك موضوع، عشان خاطرك وإكراما إلك بس، أنا ما اتخذت إجراءات فورية ضدهم،
بس لازم يتعاقبوا. سيد جواد، هذا الموضوع مغلق وغير قابل للنقاش على الإطلاق. أرجوك ما تزعل مني وما تلومني. أنا ما بلومك سيد سلطان، بس روان بنت كيف بدها تتعاقب؟ روان شريكته. روان ما إلها علاقة. أنا مسكتها بنفسي. شو ناوي تعمل معهم؟ أنا فكرت بحل. شو هو؟ لازم يسمعوا مني مباشرة.